من أجل الحل وترسيخ أسس الشراكة وتجاوز جميع الخلافات والأزمات، زيارة ثانية له خلال هذا الشهر رئيس إقليم كردستان جرفان بارزاني في بغداد، خاض لقاءات واجتماعات مع رئيسي الوزراء والجمهورية وأكثر من 20 لقاء مع زعامات سياسية ورؤساء كتل وقادة أحزاب. اتفاقية أبرمت أو مذكرة تفاهم أو اتفاقية حصلت بيننا. الاتفاقية كانت تخص المطالب الكردية والورقة الكردية وكيفية معالجة المشاكل العالقة، ولذلك زيارة السيد نجيرفان بارزاني كانت تأكيدا على هذه المطالب التي أبرمت وانضمت في ورقة كردية، وأبدت السيد الشيعي السعوداني استعداده لمعالجته. وشارك رئيس الإقليم في الاجتماع الدوري لإئتلاف إدارة الدولة، وفي حقيبته أجندات متعددة على رأسها رواتب وميزانية الإقليم واستئناف تصدير النفط وانتخابات برلمان الإقليم التي يحاول بارزاني إيجاد منفذ قانوني لتأجيلها بعد إعلان الديمقراطي عدم المشاركة بها، فضلا عن مناقشة ملف انتخاب رئيس البرلمان وصولا إلى الوضع الأمني الذي يزعزع استقرار كردستان، خاصة بعد استهداف حقل كرمور الغازي من قبل جماعات خارجة عن القانون. طبعا ملف النفط صار بيد الحكومة المركزية العراقية بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العراقية، وبعدها بعد صدور قرار محكمة باريس الدولية. حاليا لم يكن هناك شيء باسم ملف الأمني بيد حكومة أقليم كردستان. جميع الملفات النفط والغاز والثروات الطبيعية أصبح بيد الحكومة المركزية. زيارة رئيس إقليم كردستان الأخيرة وصفتها قوى سياسية وبرلمانية بالمهمة في حلحلة القضايا العالقة، فيما شددت أطراف أخرى على تجاوز الخلافات ضمن خيمة الدستور والمصالح المشتركة والابتعاد عن أخطاء الحكومات السابقة. بشير الحسن، قناة الفلوجة، أربيل.